ياه دوس ايديه يرجع جدلاوي سودة. ليك رائد هنا بقى. ايوه كده. ايوه. نيجي بقى هنا. هموت واعرف بتخش تعمل في الاوضه دي ايه في السكرت كده. هكون بعمل ايه يعني يا حبيبتي؟ ما انا قلت لك من زمان ان دي الاوضه بتاعتي يعني من ايام جدي الله يرحمه. من وانا عندي 12 سنه ودي الاوضه بتاعتي. وبعدين دي الاوضه اللي انا اتجوزت فيها الجواز الاولاني. احيانا يعني بحتاج منها حاجات. فبلاش كلمه الجوازه الاولانيه دي عشان بتضايقني. عندك حق. انا اسف. طب تسمحي لي بقى امشي عشان اتاخرت على الشركه. خلاص اوكي، كلمني اول ما توصل الشركه وما تتاخرش في الشغل وتنسى نفسك وتسيبني هنا للملل ده. تعرف ان دي اكتر كلمه بتضايقني فعلا، كلمه الملل. لو حياتنا بقت ممله زي ما انت شايفه يبقى احنا كده قربنا للنهايه بدري قوي. ايه يا نشأة ده؟ انت خدت المواضيع بحساسيه كده ليه؟ انا ما اقصدش كده. انا ما اقدرش استغنى عنك. بعدين انا اقصد ان انا حياتي من غيرك ممله ووحشه وكئيبه، فعشان كده مش عايزاك تتاخر. بحسب. طب ممكن ما تحسبش بعد كده؟ حاضر. مش هتتاخر عليا؟ مش هتاخر. استناك. ممكن انزل بقى عشان ما تاخرش على الشركه. اوكي. باي باي. نشأت، اثبت ثبات ميري. مش كل مرة تنزل على لحم بطنك الفطار. شفاعة شفاعة، أنا متأخر. يلا اطلع فوق. طب سندوتش في جيبك. يلا النبي. ها عملت ايه؟ جبت اتنين من أكتر الرجالة اللي أنا بثق فيها. كان لازم تعرفي يا جمالية، اللي يسكن قلبه الخيانة ما تأمنيلوش لأمانة. ما كنت هعرف منين يا حاجة فرح؟ كنت بشم على ظهر ايدي. هو انا كنت اعرف ان غرباوي هيجي له قلب انه يخون اخوه ويغدر بيه؟ انت اللي غلطانه، انت اللي لسانك زالف. رحتي قلتي لاخوه على سره، طمعتيه فيه وفيكي. انا كان لازم انا اقول له على السر لان ده اخوه، وكان لازم يعرف اللي حاصل. قلت في بالي يمكن لما يعرف الواد غرباوي يلاقي سكة نعرف بيها مكان أخوه الغايب ده. إحنا لحد دلوقتي ما نعرفلوش طريق. فالحة يا أختي، مسكتي القط مفتاح القرار. سدي. بيني وبينك أنا خايفة من الواد غرباوي ده قبش. الواد ده لا عنده رحمة ولا عنده قلب. مستبيع ده، ممكن يحرق بلد بزيها بورقة بخمسين جنيه. ما أنت اللي غلطانة، ملكتيه فيكي وملكتيه في جوزك. بلسانك الزالف ده لو كنت حطيتي على بقك ده وعلى لسانك كده مخبر وسكتي ما كنتيش بقيتي في اللي انت فيه ده دلوقتي. انما ايه؟ جبتي لنفسك نكبه انت وجوزك وابنك. اللي انا عايز اعرف صحيح، هو انت جوزك قبل ما يغيب الغيبه الكبيره بتاعته دي ما قالكيش يا حبيبتي هو مخبي فين السره اللي فيها المصلحه عشان تعرفي تمشي حالك وتشوفي ظروفك؟ ها؟ سره؟ لا ما قاليش. وبعدين هو لو كان قال لي يا حاجه ما انا كنت قلت للواد غرباوي على مطرحها وخلصت من الهم والعذاب اللي انا فيه ده. انا غبي وجع قلب. امال هتعملي ايه يا حبيبتي؟ اه شكلك كده انت اتضايقتي من قعدتي عندك. خلاص لو كده انا هاخد ابني والهدمتين بتوعي وهمشي. لا 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 والله يا حبيبتي ما اقصدش، ما تفهمنيش غلط. ده انت ابنك حبيبتي العمر كله اخص عليكي. يا جمالات انا ما اقصدش، انا بقول لك كده يا حبيبتي عشان قلبي عليكي والله. انت لازم تدوري على السره. انت عندك الدنيا يا اختي الوقت صعب والدنيا غاله غاله غاله. انت داخله على مدارس وداخله على تعليم وداخله على علاج وعلى لبس وهم ما يتلم. والله انا بقول لك كده من انا بس عشان يعني قلبي عليكي. اللي قولي لي يا حاجه، هو انت مركزه كده ليه مع السره؟ كده برضو يا جمالات دي اخرتها؟ ده انا قلبي عليكي يا بت.
بلاش يبقى تفكيرك شمال كده.